52 نقطة مقابل 30 نقطة للرائد الذي يتواجد في المرتبة التاسعة قبل أن تنطلق هذه الجولة. يصطدم بالنصر اليوم ويساعد بدر الشمراني مساعد أول، والعرضية ربما مرمى شاريبوف، العرضية خطيرة والكرة، بينما في تشكيلة النصر في حراس المرمى خارج القائمة بسبب لما شاريبوف يلعب عرضية ومحاولة والكرة تطير والكرة تتهيأ والتصويب ربما وفرصة. الله 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 يا غنام، سلطان الغنام يسجل الهدف الأول. هو الغنام، هو الغنام افتتح النتيجة وصوب كرة جميلة جدا من خارج المنطقة. راحت الكرة للمرمى، راحت الكرة لمرمى إيريرين، قوية وصعبة. النجعي للغنام على اليمين، الغنام عرضية لمن؟ سريعة وما شاريبوف إلى جانب الشمري، والعرضية خطيرة وخطيرة للرائد، وفرصة وكرة والتصويبة خطيرة والتصويبة مرة أخرى، والكرة من أصليهم إلى خارج. يحاول ما شاريبوف يتقدم الآن في كرة ويطول النصر، والبركاوي يحاول، والبركاوي خطير، والبركاوي يتقدم في كرة ويبحث عن تصويبه قوية عرضية. إيريرين يتدخل والكرة ما زالت تصل. الله الله يا سلاهم، سجل هدفا جميلا، كرة قوية وصعبة صعبة صعبة على إيريرين الذي تحرك من مكانه، وعبد المجيد سلاهم حط الكرة، حط الكرة على يد محمد اسماعيل، يشير الى راية والتسلل. نعم على اليسار انطلاقة سريعة وما شاريبوف، الكرة تطول على ما شاريبوف، ومهارة وتمريرة وكرة نصراوية جميلة من جانب ما شاريبوف. طبعا من دون شك تاليسكا واحد من اللاعبين للرائد، انطلاقة سريعة، تغطية موجودة لصليهم، يحاول فرصة والتصويبة وكرة 29 و29 هذه الجولة 28، وكرة ريداوية خطيرة ولكن التغطية موجودة. مصلحة أجعي يتقدم في كرة ويمرر سامي وكرة، أمري يحاول، منصور يمرر كرة لمشاريبوف وكرة نصراوية. تصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول، ثم تمرير وتاليسكا، تاليسكا تاليسكا أمامية وأقرب إلى يد حارس المرمى ياكو إيريرين. شوف الانطلاقة، شوف الانطلاقة، شوف الكرة وفرصة وخطيرة أمام المرمى، خطير البرازيلي حينما يتقدم إلى الأمام. أنيق وجميل من جانب سلطان بوف، ينطلق في كرة وفرصة وكرة أمام المرمى، زاوية الآن، ضربة زاوية للرائد وخطير أمام المرمى. رائد فوزير يلعب عرضية، فوزير وفرصة خط من شوط المباراة الأول صافرة. لأن يبدأ شوط المباراة الثاني في أم، وكرة خطيرة وفرصة، وين الكرة؟ وين الكرة؟ إلى خارج أرضية الملعب سامي طبعا، وهنا كرة نصراوية فيها محاولة وخطيرة وفرصة أمام المرمى، تضيع الكرة، كرة فيها محاولة وتقدم إلى الأمام وفرصة. نلعب الكرة السريعة لأحمد الزين، طويلة للبركاوي، والبركاوي الكرة تطول عليه وتذهب إلى النام، تقدم وفرصة وأمام المرمى، راحت ومرت وكرة ريداوية وفرصة والتعادل. يضيع يضيع على محمد، خدم في كرة يمرر لفوزير والتصويب لتاليسكا، يا تاليسكا يمرر والتصويب، كرة كرة كرة.
يستضيف أبها، كرة لتاليسكا والفرصة وخطيرة وهدف ثاني. جول جول للفنان، جول لتاليسكا، هدف نصراوي ثاني، هدف نصراوي ثاني. تاليسكا خطف الكرة وتقدم وسجل هدف التأكيد، هدف الانتصار. شوف الانطلاقة، شوف اللاعب، شوف القيمة، شوف الكرة، ومباشرة ارتدت من ياغو، حطها تاليسكا في المرمى. انطلاقة جميلة وكرة نصراوية وهدف ثاني. 2 أصبحت النتيجة 2. والغامدي سريع يتقدم إلى الأمام، والانقضاء سالم وكرة، ومحمد سالم يتدخل يستطيع أن يبعيرة وخطيرة أمام المرمى. ما زالت محاولة وكرة إلى يد ياغو إيريرين، كانت محاولة خطيرة جدا، عادت في المرتدة عندها، قطعت الكرة وراحت سريعة للرائد وخطيرة، و رائد الغامدي الآن يحاول أن يصوب، وكرة بعيدة جدا، والتصويب وكرة، وكرة من جانب إيدير، والتصلق وكرة، وهدف ثالث 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 للنصر، والراية مرفوعة، الراية مرفوعة على تاليسكا في اللقطة الماضية. هل كان متسللا؟ شوف الكرة واللقطة، وربما فيها شك كبير، لقطة ستراجع من دون شك، لكن مرور جميل ولقطة رائعة وتقدم وتصويبة، والكرة راحت. نتابع، ربما إذا كان متقدما سيكون بجسمه، إذا كان متقدما سيكون بجسم، يلغى بداعي التسلل. جوناثان الآن يدخل مكان تاليسكا جدا، عندنا كرة فيها محاولة وانطلاقة سريعة وعرضية لجوناثان، كرة لجوناثان، ومرور وكرة وهدف ثالث، هدف ثالث لبيتي، النصراوي، هدف ثالث للنصر. جميل التمريرة من جانب أسليم، حط الكرة لجوناثان، مهارة في المرور والتصويبة. شوف التمريرة মানবিক বিভাগ এবং সায়েন্সের কত রকম সিট সব কিছুই কিন্তু এখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে। আপনি চাইলে আপনার বোর্ডটা সুন্দর করে বের করে এখানে দেখে নিতে পারেন। আমি এটার লিংক আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। তো আপনার যদি ঢাকা বোর্ড হয়ে থাকে, আমার দিনাজপুর বোর্ড, আমি দিনাজপুর বোর্ড ক্লিক করলেই দেখাচ্ছে যে আমার দিনাজপুর বোর্ডের আওতাধীন যে কলেজগুলো আছে এই